اولا انت ما جيتش حفل التوقيع، لا ما هو احنا دي فيها غرامه كبيره يعني. حتى امي خلود الكتاب كله اتكتب عشان النص ده حقيقي. والنص ده هو نص الدكتوره ساميه الله يرحمها زوجة حضرتك. هو طبعا انا خلي بالك انا صعب اتكلم عليها، انا عارف. انا عارف، فهحاول اجري كده. هي توفت 2004 بالظبط. المهم انه بعد ما توفت هي، انا كنت في روما لما هي عيت، لما اكتشفنا مرض خبيث كنت انا في روما، فجبتها روما. لم نعرض صورة الدكتورة سامية يعني. تتعالج هناك يعني صعب. المهم انا ما قدرتش اكتب حاجة من ساعة هي ما توفت خالص. لغاية الذكرى الثالثة بعد ثلاث سنين. بعد ثلاث سنين كنت انا وقتها بكتب مقالة كل اسبوعين في الاهرام، جريدة الاهرام. وكنت بكتب مقالة كل اسبوع في الاخبار. فكانت مقالة الاهرام صغيرة يعني 500 كلمة تقريبا في صفحة الرأي. فجيت في الذكرى الثالثة قلت ايه، اجرب اكتب تشوفها تعرف ولا لا. فمعرفتش اكتب مباشرة، انما كتبتها بصيغة ان في واحد هو اللي كاتب مش انا. واحد انه في صديق كتب، انه في صديق ليا كتب النص ده وبعتهولي وانت استأذنت انك تنشره اهو كده. لاني مش قادر اخش في الموضوع مباشرة.